هاي يا جماعة، ازيكم؟ اتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم حاب اتكلم لكم عن مرض الكوليرا. مرض الكوليرا يا اخوانا هو مرض بكتيري معدي بيصيب الامعاء نتيجة لشرب ماء او اكل طعام ملوث بكتيريا اسمها فايبرو كوليرا، ويؤدي المرض الى اسهال مائي شديد وجفاف، وممكن انه يكون قاتل لو لا قدر الله ما اسرعنا في العلاج. أسباب انتشار مرض الكوليرا في السودان: المياه الملوثة، شرب مياه غير نظيفة من الأنهار أو الآبار غير المعقمة، وغياب النظافة الشخصية في إنه عدم غسل اليدين بالماء والصابون، أيضا الأطعمة المكشوفة، تناول أطعمة معرضة للغبار والذباب، سوء تصريف الفضلات برضو واحدة من الأسباب اللي أدت لانتشار الكوليرا في السودان، في إنه نستخدم حمامات غير صحية أو إنه نلوث مصادر المياه بالتبول والتبرز بالقرب من مصادر المياه. طيب كيف نحمي نفسنا وعائلاتنا من الكوليرا؟ أول حاجة نعملها يا جماعة في إنه نتأكد إنه المياه اللي بنشربها مياه نظيفة وصالحة للشرب. ممكن نستخدم أغراض بتاعت التنغية زي الكلور، وكمان ممكن نغلي الموية شديد قبل نشربها. نتأكد من النظافة الشخصية، لازم نغسل يدينا بالموية والصابون قبل الأكل وكمان بعد استخدامنا للحمامات. نتناول أكل صحي نظيف، في إنه يعني الأكل يكون مطبوخ طبخ جيد جدا، ونتجنب الأطعمة اللي بتكون مكشوفة اللي بتكون معرضة للغبار للأتربة وكمان للذباب، ونغسلها الشديد خصوصا الخضروات والفواكه، وكمان نتخلص من كل الفضلات بشكل آمن شديد، وممكن إنه ندفن الفضلات لو مثلا بتتبرزوا في العراء. والتوعية المجتمعية يا أخواننا مهم شديد جدا وضروري عشان نحمي عائلاتنا من مرض الكوليرا، في إنه ننشر معلومات صحيحة بين الناس. طيب يا جماعة، لو زول سألني سوسن حنعمل شنو لو ظهرت عندنا الأعراض دي؟ أول حاجة تعملوها يا جماعة في البيت إنكم تشربوا الأملاح بتاعت الأورس الإماهة الفموية عشان نعوض جسمنا كل السوائل المفقودة. وتاني حاجة يا جماعة نعملها نتوجه لأقرب مركز صحي عندنا شغال في الحي، وما ننتظر لحد ما حالتنا تسوء بعدين نمشي المستشفى. لا يا جماعة، بأقصى سرعة انتم مشي المستشفى، ما تنتظروا لحد الحالة تبقى أسوأ، لأنه يا جماعة الكوليرا مرض خطير وتأثيرها بيكون سريع وواضح. وكلنا مع بعض يا أخواننا معا لوقف الكوليرا بالنظافة والتوعية والمساعدة المجتمعية، يمكننا حماية أنفسنا ومن حولنا. الكوليرا ليست قوية إذا تعاوننا معا واتبعنا الإرشادات الصحية. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.